فتاة بعمر زينب يفترض أن تعيش الحياة بالطول والعرض كما يقال، مثل بقية من هم في ربيع عمرها. لكن حياة هذه الفتاة توقفت عملياً منذ فرت من الموت وعبرت الحدود مع أخواتها من بلدة الرستن في سوريا إلى إحدى القرى الحدودية اللبنانية في وادي خالد. عايشين يعني كله ملل وتعب، قهر على أهل سوريا، متشردين مثلي أنا وأخواتي يعني وأمي. بابا معتقل من 5 سنين ما بنعرف عنه شيء. بيت زينب، أزقة الطفولة، الذكريات، صدى ضحكات الأصدقاء، وشوشات الجدة، كلها تركتها زينب في بلدتها التي تبعد مرمى حجر من هنا. بلدنا قريبة يعني يمكن 5 دقائق، وإذا كترت 10 دقائق نكون فيها، وفينا مشي نوصل لها. والعذاب الأكبر أنه هي صايرة جنبنا ونحن على حدودها وما فينا ندخلها. كمن يعلق في الشرك باتت حياة هذه العائلة لا إمكانية للتجول، بعيداً من مكان السكن ولا مجال للخروج من لبنان. يعني حتى نحن هون أكتريتنا مخالفين، ما جددنا أوراقنا لأنه بدنا كفيل وما في كفيل. إذا بدي أروح على تركيا بدن يخالفوني ب$400، وأنا $400 ما عندي، فشاكي أمري إلى الله وقاعد هون، لا في أطلع ولا في يفوت. 40,000 سوري لاجئ في منطقة وادي خالد الحدودية غير قادرين على التنقل عبر الحدود. في حركة على المعابر السوري اللبناني بس كتير بطيئة، كتير كتير خفيفة. المعابر الشرعية؟ الشرعية ايه، هو في معبر واحد شرعي ما في غيره، والمعابر غير الشرعية كلها هذه مغلقة لأنه بيحاطين هني سواتر ترابية ومزروعة السواتر كلها ألغام. عائلات تحافظ على تماسكها بعيداً من وطنها، تقول إنها تفضل البقاء على الحدود قريباً من سوريا. بإيقاع بطيء وانتظار بات ممل، تتوالى أيام عشرات ألاف اللاجئين السوريين هنا في قرى وادي خالد على الحدود مع سوريا. الهدوء على طرفي الحدود وعبور الأشخاص شبه مستحيل، وإن حصل فإنه محفوف بالمخاطر، مخاطر الألغام والقناصة والدوريات العسكرية. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي من منطقة وادي خالد على الحدود مع سوريا.